الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس خيفوا الله فإلا يأتيكم عذاب لا يمكن رده لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا سيدي يا رسول الله شفاعة يا رسول الله. نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أمر الرسول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر وذكر أن تفهموا أيها المصريون وسائر العرب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحن مؤمنون. كل أمر يأتونا من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نقول سمع وطاعة. أيها العرب أيها المؤمنون عندهم صولة للدولة اسمعوا وأوا فإذا وعيتم فانتبهوا بلغوا الناس. يا مفتي جامع الأزهر مفتي فضيلة المفتي أفندي الله شرفه بأن يكون مفتي الأزهر الشريف مفتي مصر ففتواه لا شك ماشي لا يرد. هذا الفقير عبد ضعيف عبد ضعيف أحيانا يأتيني واردات اللي يلزم الأمة جميعا ويلزم لأهل الفتوى أن يفتي عليه ويأمر المؤمنين بفتواهم. سبحان الله العلي العظيم جعلني خاطر أو وارد في قلبي يشير على أمر اللي في الإسلام له أهمية بالغة. ما هو؟ أنا عبد ضعيف ما أعرف شيء لكن هذا الوارد أحيانا يأتيني. هذا الوارد سبحان الله له أهمية
سردوحة. شو معنى سردوحة؟ برواز. البرواز عنوان بالسردوحة، يعني هذا اللي يأتيني وارد على أمر مهم نقول بريفيس. هنا مقدمة. مقدمة أو عنوان؟ عنوان أحسن، عنوانه وإله أهميته. ربما ما فكر أمم إسلامية ودول وأهل الفتوى على ذاك المهمة. قال جاءني وارد يقول عنوانه إغاثة المظلوم. الله أكبر. تمام. الله أكبر. إغاثة المظلوم. اسأل أهل الفتوى واجب أو سنة أو على كيفنا؟ إغاثة المظلوم أمر له أهمية خصوصا بهذا الزمن، بهذه الأيام، بدنا نستعمله أهل القوة، عندهم قوة صلاحية. صلاحية لابد إغاثة المسلم واجب وفرض. هل ما يأخذ أهميته ربما يقع في يد الظالم؟ هذا أمر مهم للأمة الإسلامية وبالأخص أمة العربية. أسأل من رئيس الفتوى مفتي أفندي بأزهر الشريف، هذا على كيفنا؟ متروك أو فرض علينا إغاثة المظلوم؟ هذا لم المهم، ما بدنا غير شيء. نسأل في مظلومين؟ في لا حظ ولا ينال، وهم يواثون. يواثون يقولون أين حكوماتنا أو أين رؤساؤنا أو أين إسلام يخلصنا من يد الظالم؟ آلاف الناس، ملايين الناس عم ينشدوا وينادوا يناجوا يا ربي هل لنا من ينجينا من هذا البلية؟ هل وقعنا في يد الظالمين؟ أغيثونا أغيثونا. هذا حق
مصر يعرف هل ما يعرف، ترك ما يعرف، شام علماء ما يعرف، عجم إيراك ما يعرف، وهجاز ما يعرف. إغاثة المظلوم فرض علينا أم لا؟ أم متروك على كيفنا؟ من عنده قوة لتخليص المظلومين من يد الظالمين وترك هو مردود في الدنيا ومرمي في الآخرة إلى النار. هذا أهم الأمور اللي وارد عليها من يومين، يوم الجمعة، أن أذكر كل الدول الإسلامية اللي عنده قوة ومسلمون بأرض الشام مظلومين ما عندهم شيء، معنى ما عندهم قوة أن يرد الظالم وينتظر من يغيثنا. يا من يغيث المستغيث، يا من يغيث المستغيث، أغيثنا. هم ينادون بهذا. الله أكبر. أين أنتم أهل مصر، أهل هجاز، أهل العراق، أهل النفاق والشقاق، ليبيا وسائر بلاد الإسلامية، أين أنتم؟ وإيران كذلك، لما ينظرون مذبحة المظلومين بيد الظالمين ولا يغيثونهم؟ هذا أمر عظيم يجذب غضب الله عليهم، غضب من السماء بدي ينزل عليهم. يوما ما بدي يكون أحوال مثل المظلومين بأرض الشام. هذا تنبيه لجميع البلدان المسلمين أن يجيبوا، أن يغيثوا مظلومين بأرض الشام. هذا الأمر مهم، ربما ما إجا خاطر ولا واحد إنسان، لكن هذا حكم الشرعي، حكم النبي عليه الصلاة والسلام وارد من السماء. إغاثة المظلوم فرض علينا، إذا أمكن تخليصه ولا نخلصه ينزل علينا جزاء عقاب من السماء في الدنيا أو في الآخرة. هذا أمر مهم. هذا يوم الجمعة ربما يكون آخر جمعة لشهر المبارك شعبان المعظم. بعد ليلة البراءة قد ورد وارد في قلبي من يومين أن أذكر عالم الإسلام، ملوك والرؤساء وكل المسلمين، أن يخلصوا مظلومين من يد الظالمين. أين أنتم؟ أين أنتم؟ أنتم مشغولون، أنا بدي أكون رئيس، لا أنت بدي أكون رئيس. هذا هو أمر من الله من السماء، أو تخليص إغاثة المظلوم. هذا حكم شرعي قطعي، إغاثة المظلوم من يد الظالم، إغاثة
مظلومين يستغيثون يستغيثون، أين من ينجينا من يد ذبح الظالمين؟ فعليهم لعنة الله، هل يظلمون وهل عنده قوة والصلاحية وهو ينظر ولا يلتفت نحونا؟ يقول يولي أمرنا بيد الكفرة الفجرة. هذا يقول هذا بيقول هكذا، إذ هم أصلا ضد الإسلام، يعني دول الكبرى كلهم ليسوا مسلمين، وهم فرحانين وقت أهل الإسلام دخل بعضهم بعضا تقاتلوا، هم يريدون أن يمحوا عن الوجود دين الإسلام. كلا، ما يمكن ولو 70 دولة كبرى ما يمكن لهم أن يغلب الإسلام. والله غالب على أمره، الله معنا. أيها المسلمون، أيها العلماء، أيها أهل الفتوى، أيها الرؤساء، أيها الملوك، أين أنتم؟ اليوم الدنيا، غدا تحت الأرض، بتكون في قبوركم. الله بدي يسألكم، لذا استعملتم قوتكم تجاه الكافرين؟ هل يذبحون ويعصمون عبادي المؤمنين؟ حاجيكم أهل مصر، أهل الفتوى في مصر، في تركيا. تركيا بيقول أنا ما أعرف عربي. أهل اللي يعرف عربي هجاز ساكت، عجم ساكت، بغداد ساكت، أردن هكذا ساكت. أردن صاحب حق للخلافة الإسلامية، لازم نحن ندعمه سلطان عبد الله تجاه كل الكافرين، ونسنده حتى يأتي أمر الله بظفر المطلق، يمحو كفر إلى الأبد، ويبقى إسلام دين الإسلام دين الحق قائما إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، أيها العلماء، هذا تذكير لكم، مش أنا قاري، لكن وارد هل جاي في قلبي بهذا اليوم الجمعة شديد جدا، وهل ما يعتبر بده ينزل عليهم جزاء يمكن ما يدرك أحدهم آخر رمضان. هذا كذلك أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تحذير للأمة جميعا، أتراك إيران، العراق، ملوك العرب، أهل الحجاز، السودان، كلهم مسؤولون مسؤولية عظيمة حاملين. وإذا أمر الله فذكر، أي حبيب أو ماي يعني حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم،
قم فأنذر، قم فأنذر، قم فأنذر. أنذر فلا تخف. رسول الله جاء ما حمل ولا سيف، واليوم على اسم إسلام في 3 ملايين إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين الهند؟ أين مسلمي روسيا؟ أين مسلمي أفغان؟ أين مسلمي إيران؟ هند، صين، في المغرب، في المشرق، شو عم يعملون؟ شو بيفكروا؟ كلهم بيفكروا أنا أكون رئيس، لا أنت تكون رئيس. جزاء موكلون عليكم بأيام قليلة. يا من هم حاملين مسؤولية الأمة، ولو أدنى مسؤولية بدكم تجازون من طرف الإله إلى السماء. الله أكبر أكبر. الله غالب على أمره. الله هو الغالب، ومن يكون مع الله هم الغالبون. وإلا جاي عليكم أشد من أهل الشام اللي جاي عليهم، بدو يحرقكم بأنواع أشكال أسلحة نبوية مرضية. فالحذر الحذر أيها المسؤولون، أيها الملوك والرؤساء، هل أنتم مسؤولون حاملين مسؤولية الأمم، مسؤولية الإسلام، دين الإسلام؟ وعليكم أن تؤيدوا خليفة، مقام الخلافة، آخر الأمر من حضرة الرسول من نسله عليه الصلاة والسلام، موجود ومنتظر تأييدكم لأن يربي هذو الظالمين بلحظته. عاش الملك عبد الله مؤيد من السماء، منتظر تأييد أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. امشي يا سلطان إلى الشام، مفتوح عليك، عليكم الشام، أنت سلطان الشام. لا تخاف، خاف الله ولا تخاف من غيره. الحمد لله قد بلغت. هل فهم؟ فهم. هل ما فهم بده ينزل عليه أنواع أشكال جزاء. جزاء. تندمون ما ينفعكم ندم في آخر اللحظة. يا رب أدركنا يا رب بصاحب الزمان، أيد صاحب الزمان، أيد خليفتنا سلطان عبد الله. آمين. من نسل النبي عليه الصلاة والسلام. يا ربي أيده بتأييد السماء حتى يدرك انتقام من الكفار جميعا. آمين. لا تخافوا، ولو 5 نفر
فأنتم الغالبون يا مسلمون يا صالح المسلمين. آمين. استغفر الله. قد بلغت يا رب، قد بلغت يا رب، قد بلغت يا سيدي يا رسول الله. عفك يا رسول، عفك يا رسول. قاياك رضول أجاك حالي توبة يا ربي، توبة يا ربي، توبة يا سلام. لا تنابوا بالإسلام يا غير المسلمين، لا تلعبوا، لا تظنوا أن الإسلام على باطل، حاشاكم، جاي وراه قوة عظيمة جسيمة، مش أرضيا ولكن من جهة السماء، تندمون يمحى عن بذر وجه الأرض جماعة. الله الله الله، لا تقوم ساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مغفرة عظيمة دعواهما واحدة. في حديث الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية في ستة أشهر أو السابعة يخرج الدجال، يمحو وقت صاحب الوقت دجال ومن معه. آمين. توبة يا ربي، توبة يا رب، توبة يا ربي، توبة. عمل ضعيف يا ربي، قوي ضعفنا في رضاك يا ربنا. يا أهل مصر اتركوا الجدال ما بينكم. آمين. تقولوا هذا بدي يكون، ما بدنا هذا، بدنا إغاثة المستغيث. حق. يا من يغيث المستغيث. حق. أغيثنا يا مغيث المستغيث، أغيثنا يا ربنا، أغيثنا يا ربنا. إن لم تغيثنا من يغيث يا ربنا؟ إن لم تغيثنا من يغيث؟ وما لنا من مغيث إلا أنت يا ربنا. فاتحة.